قولي بقى ايه المشروب، ايه المشروبات اللي نشربها في الشتاء كده تحسس لنا برضو ان احنا ايه بهرمون السعاده؟ يعني هل مثلا ناس رجعت تاني تشرب كاكاو؟ بص خلي بالكم مش هقول هات شوكليت عشان الناس بتضايق مني. نتكلم عمي عادي، يعني مشروب الشوكولاته، يعني الكاكاو بتاع زمان اللي كنا بنشربه من 20 سنه واحنا صغيرين. فايه تاني مشروبات السحلب؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن اشربها قبل ما انام بتخليني ريلاكس والهرمون هادي كده واصحى مبسوطه وهاديه؟ هي طبعا من اهم المشروبات زي ما حضرتك قلتي، هي الدارك تشوكلت او الكاكاو الغامق الباودر. ده حلو جدا، مش الكاكاو بس، اصل برضو احنا خلينا واحنا بنتكلم ان في حاجات هتحسن معانا الهرمونز بس مش هتزود الوزن، اوكي لان معظم اللي عايز ياكل ويشرب عايز جنب المعادله دي ان وزنه ما يزيدش. يعني صح حاجات هي مدرت او متوسطه في الكالوريك انتيك، في السعرات الحراريه اليوميه. تمام. فخلينا نقول ان القرفه بالحليب برضو من الحاجات الجميله قوي اللي نقدر ناخدها بالليل وممتازه جدا. المشروبات العشبيه زي الميرا 100 دي ممتازه جدا، وبتهدي الجسم وبتحسن كمان مستوى الحرق جدا، وبتحسن هرمونات السعاده. كمان النعناع برضو من الحاجات الحلوة جدا. معظم والجنزبيل. الحاجات العشبية اللي احنا بعدنا عنها يعني مش مهتمين بيها، هي فعلا فيها فايدة كبيرة جدا للجسم. حتى أوراق الجوافة برضو الناس بتغليها وبتشربها، فدي مهمة جدا. صدري. يعني فعلا بتهدي الجسم بطريقة كبيرة جدا. غير المشروبات العشبية احنا ممكن نشرب عصاير، يعني ممكن نشرب مثلا حاجة زي عصير الأناناس، ممكن زي ما قلنا نشرب عصير برتقال، ممكن نشرب عصير جوافة، فده حلو بص جدا يا دكتور جدا احمد، لفترة بالليل دكتور احمد وسكر متوسط. دكتور احمد يعني انا عارفه كم معلومات هايله جدا بجد بشكرك عليها، بس انا اوعدني ان انت تبقى معايا في حلقه في الاستوديو، لان انا عايزه اخد منك روشتة نخس ازاي ونتغذى ازاي في الشتاء، لان الناس كلها تخنانه بقى في الصيف وداخلين في فصل الشتاء بقى عايزين نظبط ونعمل بقى ايه كده قوام لطيف. سكس باكس فاللي هو ان شاء ايه الله عايزين باذن نرجع الله. لطبيعتنا اكيد تاني، فان شاء الله تبقى معايا في الاستوديو دكتور احمد ونتكلم بقى ان ايه شاء الله. كل المعلومات اللي شرفتني، احنا ميرسي عايزينها. جدا، بشكرك جدا ميرسي دكتور احمد صبري استشاري التغذيه العلاجيه، نورتنا يا فندم. شكرا يا حبيبي، ميرسي شكرا. يا فندم، شكرا.